بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد شريف، هتكلم إن شاء الله عن مديول الويندوز أي سي دي ال عادي وأي سي دي ال تيتشر باللغة الإنجليزية. أول ما بفتح الجهاز ما بشوفش قدامي إلا ثلاث حاجات: الأيقونات والخلفية وشريط المهام. الأيقونات والخلفية وشريط المهام، وبتعامل مع الثلاث حاجات دول اللي هي الأيقونات والخلفية وشريط المهام باستخدام الفار. عشان كده هبدأ أتكلم إيه هي وظائف الفار. الفار يا جماعة ملهاش إلا خمس استخدامات بس. أول حاجة التأشير، وذلك بالوقوف على العنصر. لما بقف على العنصر كده فبيديني نوتس بما يحتويه العنصر، يعني هيقول لي كده إن لو وقفت على الكمبيوتر جواه شو ذا ديسك، ذا ديسك درايف أند هاردوير كونكتد إن ذيس كمبيوتر. طب لو شرط على ريسايكل بين هقول لك كونتين فايل أند فولدر ذات يو هاف ديليتد، تحتوي على الملفات والمجلدات اللي أنت حذفتها. طب التأشير بيجي في الامتحان؟ لأ، ولكن من خلاله هحل اسئله وهنعرف ان شاء الله بعد كده ازاي استفاد بالتاشير. طب يبقى اول وظيفه قلنا التاشير وذلك بالوقوف على العنصر، ما هضغطش لا يمين ولا شمال. تاني حاجه التحديد بالضغط على العنصر مره واحده بالزر الايسر، بضغط على العنصر كده مره واحده شمال فبيتحدد معايا العنصر. طيب بمناسبه التحديد فعندي نوعين من التحديد: تحديد متتالي وتحديد غير متتالي. التحديد المتتالي بستخدم فيه مفتاح شيفت. طب بيتم ازاي؟ احدد اول عنصر انا عايز ابتدي من عنده التحديد، وبعدين استمر في ضغط مفتاح شيفت، افضل ضغط على شيفت، وبعدين وانا لسه ضغط على شيفت احدد العنصر الاخير اللي انا عايزه يتحدد، فلاقي كل العناصر من البدايه الى نهايه ما انا عايز اتحددت. طب النوع الثاني في التحديد تحديد غير متتالي. التحديد الغير المتتالي بيتم ازاي؟ بحدد اول عنصر، استمر في ضغط كنترول من لوحه المفاتيح احدد العنصر الثاني والثالث وهكذا، وانا لسه ضغط كنترول الاقي بعض العناصر اتحددت وبعض العناصر غير محدده. طب التحديد المتتالي معناها adjacent، والتحديد الغير المتتالي معناها non adjacent. طيب والسؤال بيجي فيها نظري: تو سيلكت تو، يعني عشان تحدد ملفين تو فايل تو adjacent فايل، ملفين متتاليين، يبقى بستخدم مفتاح شيفت. طب نون ادجاسنت غير متتالين، يبقى بستخدم مفتاح كنترول. زي ما قلنا يا جماعه نون فيها حرف الان وكنترول فيها حرف الان، يبقى نون مع كنترول. نون ادجاسنت غير متتالي هستخدم كنترول، طب ادجاسنت متتالي هستخدم مفتاح شيفت. طيب يبقى قلنا الجهاز فيه ثلاث حاجات: الايقونات والخلفيه وشريط المهام، واول حاجه قلناها ايه في وظائف الفار؟ التاشير وذلك بالوقوف على العنصر. طب ثاني حاجه التحديد، ان انا اضغط على العنصر مره شمال، اخذنا نوعين من التحديد: الادجاسنت اللي هو المتتالي بستخدم مفتاح شيفت، طب نون ادجاسنت بستخدم مفتاح كنترول. طيب ثالث وظيفه من الفار اللي هي كانت اول حاجه التاشير وثاني حاجه التحديد. طب الثالثه الضغط المزدوج علشان افتح اي نافذه، اضغط مرتين على كمبيوتر مثلا فبيتفتح معايا كمبيوتر، اضغط مرتين على الريسايكل بين فبتتفتح معايا الريسايكل بين. طيب انا عايز دلوقتي اضغط مرتين على كمبيوتر، بمناسبه الضغط المزدوج هاخد طبعا بالنسبه لكلمه افتح معناها اوبن او اكسس او نافيجيت، نافيجيت معناها افتح برضو، تمام. طيب وده على سؤال، يقول لك ايه بقى في السؤال؟ نافيجيت تو دوكيومنت ليتماس دكتور ستيفن، افتح لي دوكيومنت وليتماس ودكتور ستيفن. ادي ستارت وادي دوكيومنت وادي ليتماس، وادور على دكتور ستيفن ممكن اقعد ادور عليه وافتحه. طب انا مش قدامي وعايز اوفر وقت، احدد اي حاجه كده واضغط على حرف الدي من لوحه المفاتيح فبديني اول حاجه هو دكتور ستيفن، دكتور جو، دكتور جيمس وهكذا، فبفتح اللي هو عايزه، تمام. طيب تعالوا بقى بمناسبه الضغط المزدوج يا جماعه نتكلم عن الشريط اللي فوق ده اللي فيه المينيمايز والماكسمايز والريستور ده، وانا هتكلم على ده اللي هي الناقص والمربع والحاجات دي. اول حاجه الشريط ده اسمه تايتل بار، الشريط ده كده اسمه تايتل بار. طب المشكله لما يكون اسمه تايتل بار بيكون فاتح لي النافذه كده ويقول لي كليك ان ذا تايتل بار اوف ويندو، اضغط لي على التايتل بار بتاع النافذه فبضغط في اي مكان من هنا كده. طيب يبقى اسمه ايه؟ قلنا تايتل بار. اثنين، من خلاله بعرف اسم النافذه المفتوحه، انا فاتح نافذه ايه؟ دكتور ستيفن، ايه اللي عرفك؟ ما مكتوب عليها ايه؟ دكتور ستيفن. طيب ثلاثه، من خلاله اعرف ان انا احرك النافذه، هو بيكون في وضع ريستور داون كده، احرك النافذه، تحركها ازاي؟ انا عايز يقول لي كده في السؤال موف ذا دكتور ستيفن ويندو سو ذات اتس ذا توب ليفت على الشمال، او توب رايت على اليمين، او بوتوم رايت اسفل اليمين، او بوتوم ليفت اسفل الشمال، برضو من خلال شروط العنوان. يبقى شروط العنوان ده هو فيه سبع اسئله، قلنا اول حاجه اسمه اسمه ايه؟ تايتل بار. طب اتنين، من خلاله بعرف النافذه المفتوحه. ثلاثه، من خلاله بقى احرك النافذه سواء توب رايت او توب ليفت
او بوتوم ليفت او بوتوم رايت. ويا جماعه ما حركش لاكتر من كده. انا لو رجعت مثلا في التوب رايت وزودتها شويه هتلاقي لو سبت هيكبر النافذه تكبر معايا. يبقى ارجع، شايفين انتوا الجهاز عمل اشاره اهو كده اهو، لا ارجعها تاني شويه اهو علشان اعرف اسلم الاجابه. طيب قلنا اسمه تايتل بار، اعرف انه النافذه مفتوحه، احرك النافذه. كلمه احرك معناها موف، من خلالها اقدر ان انا اعمل مينيمايز. مينيمايز انا لما اشاور عليها كده بيديني كلمه مينيمايز اهو. طب سؤال يقول لي ريستور ذا مينيمايزد ويندو، رجع النافذه اللي انت عملت لها مينيمايز. اضغط على النافذه من هنا. طيب يبقى قلنا ده ايه؟ مينيمايز. طيب اللي جنبه مربع واحد، المربع الواحد ده ماكسمايز، لما بشاور عليه كده بيديني كلمه ماكسمايز. خلي بالنا اتحولوا المربعين في بعضهم، ده مربعين في بعض، ده لما بشاور عليه يديني كلمه ريستور داون، ريستور داون استعاده الاسفل. اخر حاجه كلوز علشان اقفل النافذه. طب فين يا عم السبع اسئله؟ نعد مع بعض. قلنا اول حاجه اسمه تايتل بار، تاني حاجه اعرف منه النافذه المفتوح، تالت حاجه احرك النافذه، رابع حاجه اعمل مينيمايز، خامس حاجه اعمل ماكسمايز اللي هو مربع واحد، سادس حاجه ريستور داون اللي هو المربعين، سابع حاجه كلوز علشان اقفل النافذه. وقلت في سؤال يا جماعه كده ان هو عامل لي نافذه وبيقول لي كده ريستور ذا مينيمايزد ويندو، رجع النافذه اللي انا عملت لها مينيمايز، فبضغط على النافذه من تحت. طيب احنا قلنا ده اسمه تايتل بار. طب بالمناسبه بقى ناخد كل انواع الاشرطه دلوقتي. انا لو فتحت دلوقتي مثلا الوورد ده كده قلنا عليه تايتل بار. طب التاني اللي فيه قوائم ده منيو بار، يبقى اول حاجه قلناها تايتل بار. طب والتاني ده اللي فيه ريفرنس وفيه بيج لي اوت وده كله اسمه منيو بار، وفي انسرت هوم وفايل ده منيو بار، يبقى تايتل بار وده منيو بار. ده اسمه ريبون، ريبون اضغط في اي مكان، ده ريبون، ده كده برضه ريبون، اضغط له في اي مكان. طيب من هنا يعني اقول لك كده كليك ان ذا ريبون، اضغط على ريبون، بضغط على ده تمام. يبقى قلنا تايتل بار، ها منيو بار، واللي بعده ريبون. طيب بعد كده سكرول بار، شريط التمرير، شريط التمرير، وفي شريط التمرير بيكون تحت هنا كده افق وراسي. انا لو كبرت الزوم مثلا الى 200% فين السكرول بار؟ اهو يبقى عندي كده اتنين سكرول بار، اهو واحد عمودي وواحد راسي. طيب يبقى قلنا تايتل بار، قلنا منيو بار، قلنا ريبون، قلنا سكرول بار. طيب بعد كده ستيتس بار، ستيتس بار شريط الحاله اللي هو مكتوب بيج 1 من 1 وعدد الكلمات صفر واللغه الانجليزيه، ده شريط الحاله بيديني معلومات عن حاله الحاجه المفتوحه. يعني مثلا لو كتبت هنا مثلا احمد شريف مع الكلمات اللي مكتوبه دي بقول لك كده انت عدد الكلمات 8، ده كده شريط الحاله اسمه ستيتس بار. بقولنا تايتل، منيو، ريبون، بعد كده سكرول بار، ده او ده اي واحد ينفع، بعد كده ده كله كده ستيتس بار شريط الحاله ده. طيب بعد كده التاسك بار، التاسك بار عليه سؤال في التيتشر يا جماعه، اقول لك ايه؟ ايه فائده التاسك بار؟ التاسك بار يا جماعه عليه البرامج اللي شغاله زي الوورد شغاله اهو موجوده عليه، زي كامتاسيا ستوديو، زي البرامج اللي موجوده دي كلها. طيب نرجع تاني بقى لايه؟ نراجع اللي احنا قلناه ونلخص اللي احنا عايزين نقوله. قلنا الجهاز فيه ثلاث حاجات، الايقونات والخلفيه وشريط المهام، واول حاجه كان ايه؟ التاشير بالوقوف على العنصر. طب ثاني حاجه التحديد، وعندي نوعين من التحديد شيفت وكنترول، وثالث حاجه الضغط المزدوج، وشرحنا من خلاله شريط عنوان النافذه وقلنا كل الاشرطه. طب رابع حاجه السحب والافلات، بس المره دي لايقونه. يقول لي ايه مثلا؟ موف انترنت اكسبلورر ايكون، حرك ايقونه انترنت اكسبلورر سو ذات ات از ذا توب رايت على اليمين، او توب او بوتوم رايت اسفل اليمين، او توب ليفت اعلى الشمال، او بوتوم ليفت اسفل الشمال. طيب بيضغط على شمال كده واحرك الى ان اصل الى المكان الذي اريده. خامس حاجه ممكن، اول حاجه التاشير، وثاني حاجه التحديد، وثالث حاجه الضغط المزدوج، ورابع حاجه السحب والافلات، اخر حاجه الضغط بالزر الايمن، وذلك لاظهار القائمه المختصره. وتختلف القائمه المختصره حسب العنصر اللي انا ضغط عليه بالزر الايمن. اولا القائمه المختصره لسطح المكتب بتيجي لما بضغط كليك يمين في مكان فاضي من سطح المكتب، اوامرها فيو مش اي سي دي ال. طب تاني امر سورت باي، ترتيب الملفات حسب النيم، الاسم، الحجم، سايز، ايتم تايب، نوع العنصر، ديت موديفاي حسب تاريخ التعديل. انا لو فتح اي فولدر وليكن مثلا ستارت ودوكيومنت، ده المسار اللي احنا هنفتحه على طول في الامتحان، ولتمس، عايز ارتب الملفات دي كليك يمين في مكان فاضي، وبعدين سورت باي، ادي عايز ترتبها حسب النيم او ديت موديفاي او التايب او السايز، كل واحده من دي تحت منها السندنج تصاعدي وادي السندنج تنازلي. انا عايز ارتب الملفات حسب الديت موديفاي اهو،
عايزه تصاعدي ولا تنازلي؟ عايزه اسندنج، ارجع تاني كليك يمين وسورت باي واختار اسندنج. طب انا عايز ارتبها حسب النيم، كليك يمين سورت باي نيم. عايزه مثلا ديسندنج، كليك يمين تاني وسورت باي واختار ديسندنج تنازلي. تمام، يمكن عمل ذلك اللي هو الترتيب من خلال شريط ديتيلز. شايفين يا جماعه كلمه نيم وديت موديفاي وتايب والسايز، ده كده اسمه شريط ديتيلز. ايه الاسم الغريب ده؟ ديتيلز ازاي؟ انت ما قلتلناش على ديتيلز، احنا قلنا التايتل بار والمنيو بار والقصه دي. الشريط ده لا يظهر الا مع طريقه عرض ديتيلز. شايفين يا جماعه الامر ده اسمه مور اوبشن، وهنا ديتيلز. لو اخترت اي حاجه من ده مفيش عندي لا نيم ولا ديت موديفاي اي حاجه. طب نرجع بقى نختار بقى ديتيلز، يظهر لي من خلال شريط ديتيلز يمكننا ترتيب الملفات. طب هو كده مترتب حسب ايه؟ حسب النيم ديسندنج، وانا اللي عرفني على كلمه نيم فوق من كلمه نيم سهم ونازل لتحت. طب انا دلوقتي عايز ارتب حسب الحجم السايز واسندنج، اضغط على كلمه سايز السهم كده ايه اللي على الكلمه، ماليش علاقه بالسهم ده، السهم اللي على الكلمه ده كده نازل، لا انا عايزه تصاعد، اضغط عليها كليك كمان. طبعا الشغل كله شمال يا جماعه. طب عايز ارتب حسب الديت موديفاي، اهو كده ديسندنج كده اسندنج، حسب النيم كده اسندنج وكده ديسندنج. بنرجع تاني كليك يمين واخدنا السورت باي واخدنا رتب الملفات حسب النيم او الديت موديفاي او التايب او السايز، وكل واحده فيها لها اسندنج وديسندنج. طب ممكن يسالني السؤال ده ازاي؟ يقول لي مثلا اوبن دوكيومنت ليتمس وليكن سكول اندرسكور ريكورد اند سورت ذا فايل باي فايل نيم، كليك يمين بعدين سورت باي نيم. طب عايزها ايه بعدها؟ عايزها اسندنج اسندنج. انتر ذا نيم اوف فيرست فولدر، اول فولدر عندك اسمه ايه؟ اسمه ماي اندرسكور اي دي. طب انتر ذا نيم اوف ذا فيرست فايل، اول فايل عندك ايه؟ اسمه انسر فايل 2.5 ده. طب انتر ذا فولدر او ذا نيم اوف ذا لاست فايل، اخر ملف اسمه ايه عندك؟ اسمه جراف. طب اكتبه له فين؟ ان ذا انسر بوكس، هيديني مربع كده عشان اكتب فيه الاسم اللي مديهولي، وطبعا الاحظ الكابيتال وسمول في الكتابه زي ما هو مكتوب هكتب بالظبط. تمام، يبقى احنا قلنا كليك يمين وسورت باي ارتب حسب النيم او ديت موديفاي او تايب او سايز، وكل واحده اسندنج وديسندنج. وقلنا ممكن ان انا اعمل ده من خلال شريط ديتيلز. طيب نكمل الكليك اليمين بقى على سطح المكتب، يبقى اخدنا كده سورت باي ترتيب حسب. الامر اللي بعد كده نيو، وهاخد منه فولدر علشان اعمل فولدر جديد، واكتب الاسم اللي انا عايزه للفولدر من غير ما امسح ومن غير ما اضغط بالماوس، اكتب على طول. انا اسمي الفولدر ده احمد شريف بس حرف الاي كابيتال شيفت و ايه، واكمل. ولو هو عامل سبيس او ما عملش سبيس ما عملش زي ما هو طالب بالظبط، واكتب الاسم اللي انا عايزه، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. طب السؤال create folder and document litmus start، وبعدين document وبعدين litmus، وليكن مثلا advanced underscore sci underscore dbit. create folder هنا وسميه مثلا احمد، كليك يمين وبعدين new وبعدين folder واكتب احمد. and create subfolder in احمد، اعمل مجلد جديد جوه احمد. and name it مثلا شريف، سمي شريف، كليك يمين ها وبعدين new وبعدين فولدر وبعدين اكتب الاسم اللي انا عايزه. ويمكن عمل ذلك يا جماعه بالضغط على ايقونه نيو فولدر واكتب الاسم اللي انا عايزه. يبقى كده انا عملت فولدرين في بعض. طب صارها ازاي تاني؟ كرييت فولدر سمي كذا اند كرييت سب فولدر ان كذا اللي انت لسه عامله اند نيم ات مثلا شريف زي ما احنا قلنا. طيب يبقى قلنا كده الكليك اليمين اخدنا اول حاجه سورت باي، وتاني حاجه نيو فولدر واكتب الاسم اللي انا عايزه وانتر. الامر اللي بعد كده بيرسوناليز، بيرسوناليز اللي هي معناها تخصيص. من خلالها ممكن ان انا اغير خلفيه سطح المكتب، والسؤال تشينج ذا ديسك توب باك جراوند، شايفين يا جماعه ديسك توب باك جراوند، او تشينج ذا سيمز، سيمز ماي ثيمز ايه، تشينج ذا سيمز او ذا ديسك توب باك جراوند تو لاندسكيب او نيتشر او سينس او كاركترز او ويندوز 7، اي حاجه من ده يا جماعه يعني ممكن اسالني فيه. وليكن لاندسكيب بضغط عليها ضغطه وبعدين بقفل من هنا، بلاقي الخلفيه اتغيرت معايا. تمام، يبقى اخدنا كليك يمين سورت باي، والامر اللي بعد كده نيو فولدر، والامر اللي بعد كده بيرسونالايز. اخدنا في بيرسونالايز اغير الخلفيه، كلمه خلفيه معناها ديسكتوب باك جراوند او معناها سيمز. طيب وممكن يسالني سؤال في سكرين سيفر، تشينج ذا سكرين سيفر
تو ماي ساتيسفاي او فوتو او اي حاجه من ده من سهم سكرين سيفر، اختار السكرين سيفر اللي هو عايزها وليكن ماي ساتيسفاي واعمل اوكي. التعامل هغير بقى الخلفيه عشان نقدر نشوف. انا عايز التعامل مع الريسايكل بين. لو عايز افرغ محتويات الريسايكل بين كليك يمين عليها واختار امتي ريسايكل بين، والسؤال امتي ريسايكل بين كليك يمين عليها واختار امتي ريسايكل بين واعمل يس. وفي سؤال تاني ريستور ذا فايل، رجع فايل فروم ريسايكل بين ويديني اسمه، يعني نغش اسم كده من ريسايكل بين نفتحها وليكن مثلا هيلينج اندرسكور هيرب او مثلا روم سيرفيس. ريستور ذا فايل روم سيرفيس، رجع الفايل اللي اسمه روم سيرفيس، فبفتح ريسايكل بين كليك يمين على روم سيرفيس واعمل له ايه؟ ريستور. طب حد يقول لي يا عم انت كده لخبطتنا، ازاي يا عم لخبطتك؟ انت مش لسه قايل ريستور اللي هي دي؟ دي ريستور لويندو، ريستور لويندو تمام، امال دي ريستور لايه؟ لفايل. يعني معنى كده ريستور فايل يبقى من ريسايكل بين؟ احفظها على كده، ريستور فايل من ريسايكل بين، اما ريستور ويندو يبقى من اما يكون النافذه كده يبقى اعمل لها ريستور داون زي كده تمام، ده كده ريستور، او يكون النافذه معمول لها مينيمايز والسؤال يقول لك كده ايه ريستور ذا مينيمايز. عشان كده حد يطلع من الامتحان ويقول لي ايه مديني سؤال يا عم بيقول لي كده في كلمه ريستور ومينيمايز، احلله ازاي؟ اعمل له ريستور ولا مينيمايز؟ هو قال لك كده ريستور ذا مينيمايزد ويندو، يعني رجع النافذه اللي انا عامل لها مينيمايز، فبضغط على النافذه من هنا فبترجع تمام. يبقى اخذنا التعامل مع ريسايكل بين. القائمة المختصرة لمجلد بتيجي لما بضغط كليك يمين على المجلد، اوامرها اوبن علشان افتح الفولدر، وده بدل ما اضغط عليه مرتين تمام. قلنا افتح يعني ايه؟ اوبن او اكسس او نافيجيت تمام، كليك يمين وادي اوبن. الامر الثاني سند تو، ومعناه ارسال الى، ومن خلاله يمكننا ارسال الملف كاختصار على الديسكتوب، والسؤال كريت شورت كات اون ديسك توب، اعمل شورت كات على الديسك توب تو ذا فولدر، للفولدر اللي اسمه مثلا برو، كليك يمين وبعد كده اعمل سنتو وبعد كده اعمل ديسك توب كريت شورت كات، فلاقي اتعمل شورت كات للفولدر ده. طب كريت شورت كات تو ذا فولدر مثلا ايا كان اسمه من على الدوكيومنت ليتمس، وليكن مثلا انب اندرسكور فوتو، واعمل الاختصار يا باشا لي ده، كليك يمين عليه وبعدين اختار ايه؟ سن تو وبعدين ديسك توب كريت شورت كات، اعمل له اختصار على الديسك توب الاقي ايه الشورت كات نزل عندي. كمل تاني، يبقى خدنا كليك يمين للفولدر اوبن، والامر التاني سن تو. الامر اللي بعد كده قط، ويستخدم لقص ما تم تحديده، وقط دي بتساوي موف. طيب بعد كده كوبي لنسخ ما تم تحديده تمهيدا للصقه، بيست لنسخ ما تم قصه او نسخه، يبقى قط لقص ما تم لقص ما تم تحديده تمهيدا للصقه، كوبي لنسخ ما تم تحديده تمهيدا للصقه، بيست للصق ما تم قصه او نسخه. والسؤال يقول لي موف مثلا دكتور ستيفن فروم دوكيومنت ليتمس، هنروح على دوكيومنت ليتمس وندور على دكتور ستيفن. طبعا في الامتحان انا هسيبها للشاشه زي ما هي، وليكن دكتور ستيفن اهو، اعمل له موف كليك يمين عليه وبعدين اعمل موف اللي هي قط. او ممكن يقول لي بقى طب افتح لي الدكتور ستيفن اهو، انا عايز مثلا كلينك اندرسكور ريكورد او كلينك ريكورد وده، اعمل لهم موف من هنا، بحدد الاولاني واستمر في ضغط كنترول واحدد اللي انا عايز اعمل لهم موف، بعدين كليك يمين واختار قط. طب وعايز توديهم فين؟ على دوكيومنت ريتمس دكتور جيمس تمام، ممكن ان انا ارجع باك من هنا، ممكن ان انا اضغط على ريتمس من هنا، يعني 2-1 اهو، ارجع باك دكتور جيمس اهو، افتح كليك يمين في مكان فاضي واعمل بيست. كمل تاني القائمة المختصرة لفولدر. طب حد فكر القائمة المختصرة لسطح المكتب كان فيها ثلاث حاجات، سورت باي، ها برافو عليكم، ايه تاني؟ نيو فولدر، ايه تالت؟ بيرسونالايز. بيرسونالايز كان فيها حاجتين، ها حد فاكرها؟ يبقى كان فيها سورت باي، وكان فيها نيو فولدر، وكان فيها بيرسونالايز، والبيرسونالايز كان فيها ان انا غير الخلفية، كلمة خلفية معناها ايه؟ ديسك توب باك جراوند او ثيمز، وكان فيها ان انا غير السكرين سيفر الى اي سكرين سيفر، ادي السكرين سيفر وادي الخلفيات تمام. وبناخد القائمه المختصره للفولدر لو امرها اوبن، والامر الثاني سيم تو، والامر الثالث كات وكوبي وبعدهم بيجي بيست. مش عايز كريت شورت كات، مش اي سي دي ال، انا عايزها من سند تو، بطلبها دايما على الديسك توب تمام. طب بعد كده ديليت علشان احذف الفولدر، ودي سله المحذوفات، وبعد كده اعمل يس لتاكيد الحذف. انا مش هعمل يس، تليفون بس
بسم الله نكمل يا جماعه. يبقى خدنا في الكليك اليمين اوبن، واخدنا سند تو، اخدنا كات، واخدنا كوبي، وبعد الكات والكوبي بيجي بيست. يعني لو عملنا كده تاني هتلاقي البيست. بعد كده اخدنا ديليت لحذف المجلد المحدد او الملف، ممكن ان انا احذف احدد واضغط على ديليت من لوحه المفاتيح. رينيم علشان اغير الاسم، تشينج ذا نيم اوف ذا فولدر برو تو مثلا احمد، عايز اغير برو ده الى احمد، وحرف الاي كابيتال زي ما هو عايز، وممكن يديني سمول، يعني بكتب زي ما هو عايز، وفي النهايه بعمل انتر. طيب هعمل هنا كده فايل كده بسيط اهو، ابدا اشتغل عليه. يلا نضغط كليك يمين، اخدنا اوبن، اخدنا سنت تو، وكات وكوبي وبيست وديليت ورينيم. دلوقتي بروبرتيز اللي هي خصائص. في البروبرتيز يا جماعه عندي حاجه اسمها اتريبيوتس اللي هي الخصائص. الاتريبيوتس اللي هي الخصائص، عايز اغير الخصائص بتاع الفايل ده الى ريد اونلي قراءه فقط. ادريد اونلي وادي اوكي، كده قراءه فقط. اعرف اقرا اكتب لا، اقرا يعني حاجه مكتوبه اهو، اكتب كده مش هيرضى يحفظ. يلا ما نشوف كده، واعمل سيف كده، واعمل يس كده، سيف كده، اوكي. هقول لي يا جماعه this file is set to read only، الملف ده معمول قراءه فقط، ما ينفعش ان انا اكتب عليه. طيب يبقى السؤال بتاعي ازاي؟ تشينج ازاي؟ خلاص ما اعرفش احفظ كده. تشينج ذا اتريبيوتس اوف ذا فايل نيو تكست دوكيمنت تو ريد اونلي، يبقى بعمله ازاي؟ كليك يمين وبعدين بروبرتيز والاتريبيوتس اهي، واعمل ريد اونلي قراءه فقط، اقرا اكتب لا. طب السؤال الثاني، تشينج ذا اتريبيوتس اوف ذا فايل كذا تو ريد رايت قراءه وكتابه، يبقى بشيل الصح من على ريد اونلي واعمل اوكي. يبقى القائمه المختصره لسطح المكتب كان فيها سورت باي، كان فيها نيو، كان فيها بيرسونلايز، بينما القائمه المختصره على الفايل او الفولدر فيها اوبن اوبن وسنت تو وكات وكوبي وبيست وديليت ورينيم وبروبرتيز اللي فيها اتريبيوتس غير الخصائص الى ريد اونلي او ريد رايت. في بقى سؤالين خاصين برضو بالتيتشر، بس نقولهم يعني التيتشر مش كتير في العملي. ان انا عايز يا جماعه اوصل على شبكه واي فاي، وصل كده على واي فاي، يديني اسم الواي فاي، بضغط على شبكه الواي فاي، ولكن مثلا يعني انا في مكان ولكن شهرزاد، عايز اربط على الشبكه اسمها شهرزاد، فبضغط على دي واعمل كونكت، فهيديني بقى ايه مربع ويقول لي اكتب الباسورد، تمام؟ فبكتب الباسورد عادي واعمل كونكت، تمام؟ ده سؤال. خلاص انا مش عايز اعمل يعني اهو الباسورد، اكتب بكتب بقى عادي. وطبعا الباسورد ممكن يكون موجود كده انت تكتبه، او ممكن يكون مخفي كده، تمام؟ انت تيجي تكتب يكتب لك كده يعني، تمام؟ وتعمل اوكي مفيش مشكله. يبقى هنا ممكن ان انا اوصل واي فاي. طيب عايز اعمل ريموف لليو اس بي، لليو اس بي فلاش، عايز اعمل ريموف للفلاش او لليو اس بي كاميرا، عايز اعمل ريموف للكاميرا، انا موصل فلاشه حاليا او كاميرا عايز اشيلها، يو اس بي ماس ستورج ديفايس عايز اشيلها. طب بعمل ايه؟ شايفين السهم ده يا جماعه؟ اهو شايفين الرسمه دي؟ دي اهي، بضغط عليها كليك كده، تمام؟ وهتدينا رساله دلوقتي اهي اجيكت، تمام؟ اللي هي الكروزر بلاد او اليو اس بي ماس ستورج ديفايس او يو اس بي كاميرا، ماشي؟ بعمل كده فبقول لك كده انت دلوقتي تقدر ان انت تشيلها بامان، فعادي كده خالص بقدر ان انا اعمل. يبقى هنا في سؤالين، ان انا اقدر اوصل واي فاي، وان انا اقدر ان انا اشيل اليو اس بي، ماشي؟ تعالوا بقى اما نشوف قائمة ستارت. قائمة ستارت فيها ايه بقى؟ الأمر الأولاني شات داون لإغلاق الكمبيوتر، يمكن عمل ريستارت للكمبيوتر من السهم اللي على يمين شات داون واختار ستارت، يمكن عمل ذلك بالضغط على كنترول والت وديليت، ومن شات داون اوبشن اختار سواء ريستارت او شات داون. طيب نشوف كده، لسه بيسجل، لسه بيسجل. طيب يبقى كنترول الت ديليت واعمل ريستارت او شات داون من خلال شات داون اوبشن. طيب ممكن ان انا سؤال برضو نظري يقول لي كده شات داون نون ريسبوندنج ابلكيشن، اقفل البرنامج الغير مستجيب، كنترول والت ديليت. يعني انا لو فاتح مثلا ده شات داون نون ريسبوندنج ابلكيشن، كنترول ده نظري مش عامل يا جماعه، كنترول الت ديليت، من ستارت تاسك مانجر بحدد البرنامج الغير مستجيب وليكن ده، هو طبعا كله راننج، نفترض ان ده نوت ريسبوندنج، واضغط اند تاسك، تمام. ده سؤال نظري زي ما قلنا ما هواش عملي، خلاص مش عايز ده. يبقى ستارت فيها شات داون وفيها ريستارت. بعد كده هيلب اند سبورت المساعده والدعم، ولازم اختار اوف لاين، اوف لاين، واكتب ما اريد الحصول على تعليمات حوله، وليكن عايز ادور على معلومات حول كلمه فولدر،
كليك ذا لينك كرييت نيو فولدر، اضغط على اللينك اللي اسمه كرييت نيو فولدر، واقول لي مثلا ايه، اختار بقى الاجابه السطر الاولاني ايه وكده، يعني من ضمن الاجابات. وشفنا السؤال ده طبعا في الوورد، في الباوربوينت، في الاكسل، تمام. فالسؤال واضح ونشوفه في الاسئله برضو ان شاء الله. كده قائمه ستارت، اخذنا شت داون وريستارت، واخذنا هيلب اند سبورت. ديفايس اند برينتر، الاجهزه والطبعه. لو عايز اضيف طبعه جديده بضغط على اد ابرنتر، اد ابرنتر لاضافه طبعه جديده، تمام يا جماعه. ومش هيسالني ان انا اضيف طبعه ازاي، سواء لوكال او نتورك او كده. طيب انا طبعه عندي طبعه افتراضيه، عندي سن 2. السؤال تشينج ذا ديفولت برينتر تو كانون مثلا، انا عايز اخلي الديفولت برينتر هي دي. طب اخليها الديفولت برينتر ازاي؟ كليك يمين عليها كده واعمل سيت از ديفولت برينتر، خليها طبعه افتراضيه، علامه الصح راحت عليه. طب عايز اخلي دي طبعه افتراضيه، ها كليك يمين واعمل سيت از ديفولت برينتر، اجعلها طبعه افتراضيه. انا عايز اخلي ماشي مش مشكله، خليها على دي طبعه افتراضيه. لو جيت اطبع ورقه يا جماعه عشان برضو نكمل موضوع الطبعه كله كده، اي حاجه مكتوبه فايل برنت ونسخه واحده وبتاع برنت، هيسالني طبعا في طيب التعاون مع اداره الطبعه. عشان افتح اداره الطبعه بضغط عليها مرتين، وحاجه من اتنين، اما سي واتس برنتنج او عدد النسخ اللي بتطبع. يعني العدد عندي هنا واحد، تمام، بضغط على العدد او سي واتس برنتنج. عندي ملف بينطبع، التعامل معاه بحدد الملف، ومن دوكيومنت ممكن ان انا اعمل بوز ايقاف مؤقت، ممكن ان انا اعمل ريزيوم استكمال، ممكن ان انا اعمل ريستارت اعاده طباعه ملف، او كنسل حذف الملف من اداره الطبعه، تمام. اللي هو السؤال يقول لي ايه، ديليت ذا كارنت برينتر جوب، احذف الملف اللي بينطبع فمن دوكيمنت واعمل كنسل. ممكن ان انا افتح اداره الطبعه برضو بطريقه ثانيه، من السهم اللي على يمين شريط المهام ده، وادي رسمه الطبعه، تمام، السهم اللي على يمين شريط المهام، وادي رسمه الطبعه، اضغط مرتين فبيتفتح. طيب في حاجه بس عايز يعني نسيت ان انا اشرحها في الديسك توب، اخذنا خصائص سطح المكتب، تمام، فاكرينها اللي فيها الخلفيه، وكلمه خلفيه معناها ديسك توب باك جراوند او ثيمز، وفيها سكرين سيفر. عايز اشرح حاجه كمان، خصائص كمبيوتر، كليك يمين على كمبيوتر بروبريتيز، من خلالها اعرف ان انا اعرف نوع الويندوز اللي عندي. انت عندك ويندوز 7 التيميت، تمام، ده نوع الويندوز، ويندوز 7 التيميت. طيب وعندك الرامات اللي عندك 4 جيجا بايت، اوكي، وعندك البروسيسور بتاعك كور اي 5، اوكي. يبقى انا عندي هنا كده ممكن يسالني ثلاث، يعني البروسيسور ده ما بيجيش، اللي بيجي كده الويندوز. وكلمه ويندوز بقى في الامتحان بتيجي اما اوبريتنج سيستم، يعني نظام تشغيل، او ويندوز اديشن، اصدار الويندوز اللي عندي. يبقى اصدار الويندوز ويندوز 7 التيميت. طيب والرامات اللي عندك، الرامات 4 جيجا بايت. طب هقول لي بقى ايه في السؤال، اكتب لي حجم الرامات اليوزابل المستخدمه، فبكتب له اللي هي الرامات المستخدمه اللي هي 3.88 من 100، تمام، جيجا بايت، بكتب له بس 3.88. والنقطه دي العلامه العشريه، اما زين او مفتاح دل من لوحه المفاتيح، ده البوينت 3.88. يبقى خصائص كمبيوتر فيها ايه؟ فيها نوع الويندوز، فيها الرامات او تاني الويندوز اللي عندي، وفيها الرام، وبكتب له الرقم الصغير يا جماعه. طيب تعالوا بقى ما نكمل قائمه ستارت. بقى اخدنا شت داون، اخدنا هيلبان سبور، واخدنا ديفايس اند برينتر، عشان اضيف طبعه جديده اد برينتر، مش كده ولا ايه؟ وعشان اتعامل مع طبعه اخليها افتراضيه، اد برينتر عشان اضيف، عايز اخلي طبعه افتراضيه كليك يمين عليها واعمل ست. عشان اتعامل مع طبعه معينه بضغط عليها مرتين، اما العدد او سي واتس برينتنج، اتعامل مع ملف فيها بحدد الملف، ومن دوكيومنت بختار سواء بوز او ريزيوم او ريستارت او كنسل. بعد كده كنترول بانل، لوحه التحكم، سيستم سبق شرحه، خدناه في خصائص كمبيوتر. يبقى لو رسمه ايقونه كمبيوتر مش موجوده اعرف اجيبها بالطريقه دي، سيستم ده من كنترول بانل. ايه تاني؟ ابييرنس اند بيرسوناليزيشن، خصائص ايه دي يا جماعه؟ خصائص سطح المكتب، كليك يمين في مكان فاضي من سطح المكتب. في سؤالين نظري، اندر بروجرام اند فيتشر، واختار ان انستول بروجرام لو انا عايز الغي تسطيب برنامج. النظري ده له محاضره كامله لشرح النظري، احنا هنقوله بسرعه كده. وعشان ان انا اضيف لغه
من region and language، عشان اضيف لغة للكمبيوتر من region and language. ده برضو نظري، بمعنى كده الكنترول بانل ممكن محتاجهاش خالص. ماشي، بعد كده يا جماعة في start recent item للوصول الى الملفات السابق فتحها. عايز افتح الملف ده مثلا او ده، بضغط عليه فبيفتح معايا. تمام، يقول لي مثلا open the file new text document from recent item، افتح الملف new text document من recent item. recent item وادي new text document. تمام، واسيبه واعمل له سبلين document لتمس البحث. عايز ابحث عن اي حاجه بحط المؤشر، تمام، واكتب الاسم اللي انا عايز ابحث عنه. تمام، انا كنت ببحث مثلا عن كامتاس ستوديو وكده. انا مثلا عايز ابحث عن ملف اسمه sunset dot jpg، بكتب هنا sunset dot jpg، انتر، بيديني الملف اللي انا عايزه. ممكن يسالني سؤالين، يقول لي ايه كم عدد الملفات الموجوده في البحث؟ ملف واحد، بكتب له واحد. ممكن يقول لي بقى ايه، انتر ذا فولدر وير sunset از لوكيتد، اكتب لي الفولدر اللي sunset دي موجوده فيه. طيب انا اعرف دي موجوده ازاي؟ كليك يمين عليها واوبن فايل لوكيشن. تمام، موجوده في ايفنتس، بكتب له ايفنتس. اخر كلمه عندي في التايتل بار. تمام يا جماعه، يبقى ستارت بعدين دوكيومنت وبعدين لتمس، وبتكلم في البحث. عايز ابحث عن اي حاجه بحط المؤشر في خانه البحث واكتب. ممكن يقول لي ابحث عن اسم، بكتب الاسم، او اسم بامتداده، بكتب الاسم بامتداده، او امتداد فقط. دور لي على ملفات مثلا الوورد اللي امتدادها دوت دوكس دي او سي اكس، انتر، ويقول لي اكتب العدد. طبعا العدد مش هيكون كبير زي كده 178، انا بكتب العدد كله، بس في ملفات باللون الابيض ما بكتبهاش، يعني مش موجوده هنا، بستبعدها. ازاي؟ اوريكم مثلا. يعني في عندي لو في ملف ظهر لك من ضمن الملفات زي ده برضو يتعد، هنشوفه دلوقتي في الاحجام. يبقى ممكن في البحث يسالني كام سؤال. اول حاجه دور على اسم، وليكن احمد، بكتبه. السؤال الثاني دور على اسم بامتداده، بكتب الاسم بالامتداد. انا في مكان ففي قطر هيعدي، فانا عايز افصل الريكورد وشاعر يعني نكمل اما القطر يعدي. طيب او الاسم بامتداد، او ممكن اكتب الامتداد بس، يعني سؤال برضو دور لي على امتداد وليكن دوت دوكس. ممكن دور لي على الملفات دات جريزر زين، اكبر من، شفتوا زين اكبر من، اكبر من مثلا 50 كي بي، 50 كيلو بايت، انتر. هنوقف بقى عشان القطر عدى، نكمل يا جماعه. اكبر من 50 كيلو بايت، فطلع لي العدد 58. بس خلي بالك هتستبعد ده اللي هو باللون الابيض خالص، صافي ابيض صافي كده هستبعده. وندور كده يمكن نلاقي حاجه ابيض خالص تاني، مفيش. تمام، يبقى كده بدور على، ممكن يسالني عن حجم معين. طيب يبقى ممكن يسالني ايه تاني بقى؟ يسالني ابحث عن اسم او اسم بامتداده او امتداد بس او حجم معين. طب في سؤال لسه نازل جديد، دور لي على ملفات الجي بي جي الاكبر من 50 كيلو بايت. تمام، طب اجيبها له ازاي دي؟ يعني جي بي جي اكبر من 50 كيلو بايت؟ اه، ببحث عن اكبر من 50، انا لها حلين يعني مسافه كي بي، طلع لي ده. طيب وبعد كده هنعتبر ان ده كده يعني موجود على حاجه ثانيه. انا هضغط على مور اوبشن واختار منه ديتيلز. طب ليه يا عم ديتيلز؟ عشان اعرف بقى فين الجي بي جي. تمام، النوع بقى. طيب ماشي، ادي عندي جي بي جي واحد. تمام، شفتوا بقى الطريقه يا جماعه؟ ادور كده مانوال، يعني انا بدور على الثروه دي جي بي جي 2 3 مثلا، مش هيكون كتير 4 كده، يعني مش هيكون العدد كتير زي كده، تدور في اعداد كبيره زي كده، لا هيكون الموضوع برضو ابسط من كده. يبقى حجم وامتداد، فبدور على الحجم وبعد كده اصفي منه الامتداد من خلال ان انا بضغط على مور اوبشن ديتيلز. ممكن اعكس، خلينا في طريقه واحده. تمام يا جماعه، تمام. يبقى ده بالنسبه للبحث. طيب عندي حاجه اسمها كولابس واكسباند. يبقى كولابس واكسباند، عايز اعمل اكسباند للدوكيومنت، بضغط كليك على الدوكيومنت. اكسباند للماي دوكيمنت، كليك كده فرد. طب عايز اعمل اكسباند للليتمس اهي. طب عايز اعمل كولابس للليتمس اهي. يمكن عمل ذلك بكليك يمين واختار اكسباند. طب عايز اعمل كولابس، كليك يمين واعمل كولابس. تمام، ده بالنسبه للاكسباند والكولابس. كده يا جماعه بالنسبه للعملي بنسبه كبيره جدا كله انتهى. مفيش اي حاجه كده في العملي غير ضغط الملفات وفك الضغط.
هعملها في فيديو تاني، او ممكن اكمل يعني، هوقف دلوقتي واكملهم في فيديو تاني، اكمل يعني بعد ده، هوقف واشرح ضغط الملفات على سيميليشن. او قبل ما اكمل ثواني، البرامج يا جماعة، البرامج تعالوا نشرح على حاجة واحدة. هلغي ده، اكبر عشان الكل يشوف معايا. تمام، ده البينت، برنامج البينت الرسام. طب المشكلة انا ما كنت البينت، السؤال يقول لي كده اوبن ذا بينت ابلكيشن، افتح برنامج البينت، يبقى انا عارفه من ده، اضغط عليه مرتين، مش هيجيبه ان انا افتحه من ستارت وكده. تمام، هيكون ايقونات زي كده، بدا البينت، احفظوا شكله. ده الورد باد اللي عليه حرف الاي فقط، عشان في حرف الاي مش فقط هناخده دلوقتي. تمام، ده الورد باد. طيب ده الكالكوليتر الآلة الحاسبة. تمام، ده البرنامج المضغوط طبعا. تعالوا بقى هنحذف ونشرح البرامج التانية. برنامج الوورد هنسمي واحد، برنامج الوورد هظهر بس الامتداد عشان اشرح عليه، ظهر الامتداد مش ايس دي يا جماعه. فيو هايد اكستنشن، هلغي تفعيل هايد اكستنشن عشان يظهر لي بس الامتدادات. تمام، برنامج الوورد دبليو باللون الازرق وامتداده دي او سي اكس. تمام، ده نظري، ده نظري، ده برنامج الوورد. انا لو فتحت كده هيفتح معايا برنامج الوورد. تمام، يبقى الوورد امتداده ايه يا جماعه؟ دي او سي اكس. طيب الباوربوينت امتداده بي بي تي اكس، بي بي تي اكس، ده باوربوينت بي باللون الاورنج. لو فتحت كده بيفتح معايا باوربوينت، اهو مكتوبه باوربوينت، ده برنامج العروض التقديميه. بس الباوربوينت له اسم تاني، برزنتيشن، يبقى تاني الوورد امتداده ايه؟ دوكس. طب الباور بي بي تي اكس، الباور له اسم تاني، برزنتيشن. طيب الامتداد الثالث الاكسل، الاكسل اكس ال، اكسل اكس ال، الاكسل اكس ال اس اكس، ده الاكسل اكس باللون الاخضر. تمام، اكس ده الرسمه الرمز، وامتداده اكس ال اس اكس، ده امتداد الاكسل. تمام، بيفتح معايا مايكروسوفت اكسل. يبقى تاني اول امتداد عندي الوورد تي او سي اكس. طب التاني باوربوينت له اسم تاني، برزنتيشن، امتداده بي بي تي اكس، باوربوينت بي بي تي اكس. طب الاكسل اكس ال اس اكس. طب الاكسل له اسم تاني، سبريد شيت، سبريد شيت. تمام، ورقه تعمل. طيب بعد كده يا جماعه برنامج الاكسس، يبقى خدنا الوورد، ها خدنا الباور، بعد كده الاكسس. الاكسس يا جماعه له اسم تاني داتابيس. تمام كده، يبقى الاكسس له اسم تاني داتابيس. طب انا مش حافظ الامتداد، طب اجيبه ازاي؟ باخد اول ثلاث حروف في كلمه اكسس، واول حرف في كلمه داتا، واول حرف في كلمه بيس. يبقى كام حرف كده؟ خمسه. حد يعرف يملهم لي؟ ها، اي سي سي دي بي، رمز المفتاح. الاكسس رمز المفتاح، وامتداده اي سي سي دي بي. تمام يا جماعه، اي سي سي دي بي. يبقى اخدنا الوورد، واخدنا الباوربوينت له اسم تاني برزنتيشن حرف البي، واخدنا الاكسل اكس ال اس اكس امتداده اكس ال اس اكس وله اسم تاني برزنتيشن، واخدنا الاكسس اي سي سي دي بي وله اسم تاني داتا بيس، ورمز المفتاح رمز المفتاح. طيب بعد كده الصور، الصور لها امتدادين جي بي جي، جي بي جي ده صوره، او بي ام بي، او بي الاولانيه خفيفه بي والثانيه وبعد كده ام، او بي ام بي، لو الاولانيه فور بوك والثانيه فور بن. تمام، امتدادين للصور. طب صور معناها ايه؟ معناها ايمج، مش بيكتشر هنا، معناها ايمج. تمام، يبقى خدنا الوورد، خدنا الباور، ها خدنا الاكسل له اسم تاني سبريد شيت، وخدنا الاكسس له اسم تاني داتابيس، واخدنا الصور جي بي جي و بي ام بي، والصور اسمها ايمج. طيب الصوت ام بي 3، ام بي 3، ام بي 3، والصوت هنا معناه اوديو. تمام، ام بي 3، وفي امتداد تاني ويف، دبليو اي في، ام بي 3 او دبليو اي في. يبقى ده امتدادات الصوت. تمام، طيب بعد كده امتداد الفيديو، الفيديو له امتدادين ام بي 4، ام بي 4، ده امتداد الفيديو. تمام، و اي في اي، اي في اي،
تمام. انا اللي عايز يرجع بقى يعد قد اخر الفيديو شويه ويبدا يسمع بقى ايه الامتداد الدي تاني. فاخدنا الوورد، خدنا الباوربوينت ده اسم تاني برزنتيشن بي بي تي اكس، خدنا الاكسل الاكسل الاول اكس ال اس اكس له اسم تاني سبريد شيت، اخدنا الاكسس اي سي سي دي بي له اسم تاني داتابيس، اخدنا الصور معناها ايمج جي بي جي وبي ام بي، اخدنا الصوت ام بي 3 وويف، واخدنا الفيديو اي في اي وام بي 4. طيب لسه فيه الملفات المضغوطه، كلمه ضغط يعني كومبريس. طب لها كم امتداد؟ امتدادين، زايب زد اي بي، بتوع الانجليش يا جماعه يعدوها اكيد فاهمين، الضايب زد اي بي تمام، ورير ار اي ار رير زايب ورير تمام. ده الكومبريس الملفات المضغوطه ماشي. في ملف اللي هو التمبرير لفايل، الملف المؤقت امتداده تي ام بي، تي ام بي ده كده الملف المؤقت اللي انا قلت في البحث بستبعده لونه ابيض صافي كده. ده كده بالنسبه لامتدادات الملفات تمام. هوقف الفيديو وافتح السيميليشن علشان اشرح عليه ضغط الملفات وارجع لكم تاني. هبدا بالسؤال ده يا جماعه، كولابس اور مينيمايز اكسبلورر ويندو، هو اساسا معمول له كولابس، هعمل انا مينيمايز. عليكم السلام ورحمه. ده السؤالين بتوع ضغط الملفات، هرجع بهم تاني. Open the compress file room design in the document litmus room allocation proposal folder. Extract all file on document litmus room allocation review. عايز ان انا افتح compress file اسمه room design موجود على document litmus room allocation proposal. Extract all file، هقدر افك كل الملفات on document litmus room allocation review في المسار ده. مديني برنامج اللي هو litmus design. اول حاجه في حل السؤال ده لازم اضغط على open. طبعا الترجمه اهو. اوبن وافتح المسار اللي مديهولي دوكيومنت لتمس روم الوكيشن بروبوزال، دوكيومنت ولتمس مفتوحين، افتح انا روم الوكيشن اضغط عليه مرتين بروبوزال. لو تلاقيت الفايل اللي هو عايزه روم ديزاين بحدده واعمل اوبن، لو ما كانش موجود من السهم ده اختار اول فايل. هو موجود. احدد روم ديزاين واعمل اوبن كده. نص السؤال انتهى. يبقى اوبن كومبريس فايل روم ديزاين ان دوكيومنت لتمس روم الوكيشن بروبوزال، اكستراكت اول فايل. يبقى اكستراكت، عايز اعمل اكستراكت اول فايل اون دوكيومنت لتمس روم الوكيشن ريفيو من براوس، اختار المسار، انزل بشريط التمرير لتمس، بعد كده ننزل روم اللوكيشن، بعد كده ريفيو، وبعدين اوكي، وما انساش اول فايل، ادي اول فايلز، واعمل اوكي، بعدين اوكي. يبقى خطوات السؤال تاني، اوبن هعمل اوبن واختار المسار، بعد كده اعمل اكستراكت واختار المسار التاني وما انساش اول فايل واعمل اوكي. السؤال التاني هو الاصعب، كومبريز ذا ايمج فايلز، الاولاني سويتد والتاني كلاسيك، and document let مصرين ريفيشن روم انتو اضاي فايل كول تايب. عايز اضغط الملفين دول اللي موجودين في المسار ده انتو اضاي فايل كملف مضغوط باسم تايب. كده كده هبدا الحل من اوبن والمسار document let مص مفتوح، افتح رينفويشن بعد كده روم رينفويشن روم. طيب مفيش حاجه اهو هتفتح، مفيش حاجه موجوده، اتفقنا ما لقيتش حاجه من السهم ده، اختار منه اول فايل. والملفين دول في الامتحان مش هيتحددوا مع بعض. طبعا هو السؤال ده له اكتر من حل، ده حل منهم يعني. طب بعمل ايه؟ بحدد الملف الاولاني عشان هو مش هتحدده لا بكنترول ولا شيفت ولا سحب ولا كده. اعمل اوبن، بعد كده هعمل اد عشان اضيف الملف الثاني، نفس المسار، احدد الثاني، اعمل اوبن، بعد كده نيو. باول حاجه اوبن، وبعدين اختار المسار، احدد الاولاني اوبن، واضيف الثاني من اد، والثالث نيو. هكتب الاسم اللي هو عايزه تايبس، واختار نفس المسار اللي هو دوكيمنت ولات مسار رينفويشن روم رينفويشن روم، هعمل سيف. اول ما اعمل سيف في مربع هيتفتح لي لوحده تمام،
بختار اهو انا كاتب عليه، خلي بالك المربع ده بيتفتح لوحده في الامتحان، اختار نفس المسار والاولاني، احدد الاولاني واعمل اوبن. تمام كده يبقى سؤال ضغط الملفات انتهى. في سؤال بس خاص ب، اوقف واروح للسؤال الخاص بسكان، يبقى كده انتهينا من العمل كله. ده يا جماعه سكان ذا فولدر دوكيومنت ليتمس، سكان ذا فولدر. تمام بهضغط كويك سكان ولا فول سيستم سكان ولا فولدر سكان؟ هو قال لي هنا سكان فولدر يبقى فولدر سكان، واختار المسار ليتمس، اعمل اوكي، وما انساش ان انا اعمل سكان ناو، سكان ناو، فبيطلع لي رساله ان الفولدر سكسسفولي سكان سكسسفولي. في سؤال بس يا جماعه، طبعا ده خلاص. في سؤال الزرار اللي بيلتقط صوره من الشاشه اللي هو كابتشر ذا كرنت سكرين ايمج، بيكون مديني وورد كده بيقول لي كابتشر ذا كرنت سكرين ايمج اند بيست ايه؟ اعمل لها بيست. في مفتاح اسمه برنت سكرين، بضغط عليه واعمل بيست اهو. تمام فانا عملت كابتشر اللي هو برنت سكرين، وبعد كده اعمل بيست. احيانا يقول لي بقى ايه سيف وكلوز وكده، هيسالك كتير في الوورد، الناس بتوع التيتشر يا جماعه يسالهم في الوورد كتير، اعمل كات لجمله وحطها في بيست في جمله، واعمل برنت واعمل سيف وسيف از، القصه دي كلها. تمام يعني مراجعه كده سريعه على الوورد باد حتى او النوت باد، او امر فايل، طبعا مش هيسالني على نيو، سيف از، حفظ باسم، اكتب الاسم اللي انا عايزه وليكن احمد شريف، اظهر على الدوكيومنت ريتمس، سيف، بعد كده برنت علشان اطبع، مش عايز البيج سطب، اختار عدد النسخ واعمل برنت مثلا وليكن برنت 1 كوبي 1، واعمل برنت واستنى من شريط التحميل في الامتحان يحمل، بعد كده اكزت عشان اقفل البرنامج، او ممكن من الاكسل في شريط العنوان. هسألك كتير برضو في الوورد كده يا جماعه. بقى كل الاسئله ان شاء الله العملي، الجزء العملي قلناه. لو في اسئله ولا حاجه ممكن تكتبوا لي في التعليقات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.